من جهتها أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم أن إدارة المنتدى قررت أن تكون الفعاليات على الأرض، مشيرة إلى استفادة أكبر عدد من المواطنين من المبادرات التي يتم طرحها. العالم كله مش بس مصر بيمر بتحديات دقيقة جدا على كافة الأصعدة مش بس الاقتصادية، ولأن منتدى شباب العالم هو مؤسسة لأنه بس ما بقاش مبادرة ولا بقى مجرد ملتقى أو منتدى للشباب، هي مؤسسة ومؤسسة مسؤولة، فمن باب مسؤوليتها عن المسؤولية المجتمعية واقتصادية وإنسانيا قررت إدارة المنتدى السنة دي أن تكون الفعاليات على الأرض، تكون الفعاليات بتتكامل مع مشروعات كتيرة جدا أطلقتها مصر السنة دي والسنة اللي فاتت زي ابدأ وحياة كريمة واتحاد الأهلي والاتحاد الوطني للجامعات الأهلية وغيرها من المبادرات، ونكبرها ونوسعها ونبتدي ننشرها في مصر كلها لاستفادة عدد أكبر من المواطنين من المبادرات دي على كافة الأصعدة وعلى كافة المستويات، ونشرها كمان كنموذج لبلاد العالم كلها للمنطقة اللي حوالينا وللعالم أجمع.